بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فندم. الآية دي جميلة، نعم، يعني فيها يعني معظم آيات الخير وانه اقرضوا الله قرضا حسنا، يعني قسمناها اكتر من مره لكن اول مره نقولها على بعضها كده. نعم، اتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما اتكلم عن المنفقين والمتصدقين دايما الناس قاعده ومتحفزه لكل من عنده المال والقدره على انه يتصدق، لكن الايات هنا بتتكلم عن اللي معاه فلوس وقادر ان هو يتصدق، وكمان اللي مش قادر ان هو يتصدق. هقول ان مش كل اللي قاعدين بيتفرجوا علينا وبيشوفونا ناس هم اهل البر والتقوى من الخير اللي هم هيدونا هيدونا هيدونا، ولكن هناك من هم غير قادرين على هذا. لذلك هذه الآية الكريمة تحدثت عن فعل الخيرات، وأن من يقوم بفعل الخيرات إن كان من هؤلاء أو هؤلاء فإن لهم مغفرة وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وأقرضوا الله قرضا حسنا. الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أيقترض الله منا يا رسول الله؟ يعني ربنا بيستلف منا. أصل الآية دي الرد جه فيها، ولكن الصحابة بيسألوا، لأن معنى وأقرضوا يعني سلفوا يعني إدوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي راح قايل: وما تقدموا لأنفسكم. يبقى القرض ده مش لله، لكن القرض ده ليك أنت. القرض ده هتلاقيه في استقرار حياتك النفسية والاجتماعية والدينية والأدبية. تخيلي أن حضرتك لما كثرة التصدق، لما إنسان يتصدق كتير، لو في غلط بيجي من في لسانه ويغلط في الناس وكذا، الصدقة دي ليها منزلة عند الله، لأن ربنا بيحب قوي قوي الإنسان اللي يكون بيسمع كلامه، فيقوم ربنا يضيف له على شخصيته إيه؟ الوقار والأدب والأخلاق. يتصدق بالمال يبقى لو في زلة لسان أو في خطأ معين أو حاجة يقوم ربنا يقومه له. إن كانت سيدة مثلا بتدفع الخير كذا وكذا، لذلك سيدنا عمر نفسه رضي الله عنه يقول: كلما وقعت في معصية أو سيئة أو عمل كده أجري بسرعة وأعمل إيه؟ حاجة كويسة، أعمل حسنة. لأن الحسنة تمحو السيئة في الحال من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فهو ده اللي أنا عايز أقوله، إن الآية جميلة أوي أوي. وأقرضوا الله قرضا حسنا، ادي للفقراء وادي للناس اللي محتاجة، علشان الناس دي لها قدر عند الله عظيم. إن كنت قادر وتستطيع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن كنت قادر على إعطاء الزكاة، إن قادر على إعطاء الصدقات فافعل، هناك في مغفرة كبيرة لأنك تعطي. طب وإن كنت غير قادر، أنا عايز أقول لك بنيتك وبعملك الصالح حتى بكلمتك إنك تقول للناس إدوا للمحتاجين، فأنت في هذا الأجر وهذه المغفرة من الله تبارك وتعالى. جميل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. نعم. اللي بقدمه بلاقيه، اللي بقدمه بلاقيه، وبلاقيه عند الله. بمعنى إيه تجدوه عند الله؟ إحنا في الدنيا بنحط فلوسنا في البنوك علشان بعد كده يكون العائد لينا، والعائد لينا في الدنيا. أما ما نضعه في بنوك الحق تبارك وتعالى فهي أرجأ وأعظم. إن إحنا بنتصدق نفعل الخيرات، فيأتينا الله حظ في الدنيا وحظ في الآخرة سبحانه وتعالى. منح في الدنيا لنا ولأبنائنا ولأحفادنا. شوفي حضرتك قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر. سيدنا موسى والخضر في إن هو بيبني ويقيم الجدار، وكان أبوهما صالحا. من أبوهما؟ العلماء قالوا إن هم سابع جد كان من الصالحين، فجاء ذريته: أنا عايز أمجد اسم محمد إبراهيم سيد، أعمل محمد إبراهيم ده. إزاي أمجده؟ بالعمل الصالح اللي هو عمله، ويفضل العمل ده يتوافق. ولنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إحنا دلوقتي مش في عندنا وقف باسم سيدنا عثمان بن عفان؟ موجود من 1443 سنة، وما زال وسيظل إلى يوم القيامة. الوقف ده
مفكرنا بسيدنا عثمان إلى يوم القيامة بعمل صالح. لا، ويقال إنه حد كان قال لي إنه بيكسب مكاسب غير مهولة عادية ويزداد. مهولة ويزداد، نعم، ويعني فلوسه يعني كتير. أنا نفسي لما كنا هناك في السعودية كانت بتيجي كراتين التمر من مزارع سيدنا عثمان تفرق وتوزع على كل خيرها كتير جدا البلاد ولا تنضب ولا ت... اه خالص. تخيلي حضرتك كراتين كبيرة كده تفضلي تاكلي من أطيب الطعام، تخيلي ده رزق كل حباية أو ثمرة أو كل واحد بيقول بسم الله والحمد لله رايحة لسيدنا عثمان. لذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من كثرة إنفاقه لا حزن على عثمان بعد اليوم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا يا رب من يأتون خلف سيدنا عثمان في العطاء يوم القيامة. تخيلي واحد من 10 المبشرين بالجنة وبينادي علينا كده يوم القيامة: هلموا لتدخلوا معي للجنة. كل هؤلاء من يأتون الزكاة ويفعلون الخيرات في كل مكان وزمان، هؤلاء هم الذين يأتون يوم القيامة، أقرضوا الله في الدنيا فأقرضهم الله الجنة يوم القيامة. جميل. احنا هنشوف تقرير عن السيدة نوال ومدى احتياجها ومحتاجة ايه بالظبط، ونرجع نكمل حلقتنا. جمعة أحمد عبد الحميد، وعندي 30 سنة، والناس بيقولوا عليها عزبة جاك. أنا متجوز لي 15 سنة، وساعات دخلت على جزء ده برضه كان هو نفس حالته، شغال رزق بالله، يعني مش في إيده صنع ولا أي حاجة، يعني قاعد في البيت هنا بتقوله مثلا يومية يطلعها، اليومية دي عندنا 60 جنيه 70 جنيه حاجة زي كده باليومية. طلع عندنا حتة اسمها الواحات ومصر والكلام ده، بيروح يشتغل فيها، بيبقى قاعد مثلا في حاجه اسمها سكن. حد قال له تعالى اشتغل معايا النهارده يطلع، ما كداش هو قاعد، ليه شغله بيشتغل ما لقيش شغل بيجي. وزي ما انت شايف حالتنا، انا متجوزه من زمان، اعتبر كنت جايبه غساله والكلام ده كله، بس غسالتي باظت، وبتجاز زي بقول لك كده هب فينا، فداخل سلفي قال لي خدي البوتاجاز ده اعمله ولا حد ما تجيبه. والله الحمد لله، والله كانت بتيجي ايام حلوه وايام وحشه عامه، يعني يوم ساعة نلاقي شغل وكده اهو، دي كانت تبقى الحالة حلوة ما كداش، وهي ماشية مرة حلوة مرة وحشة. قسما بالله أنا حاليا دلوقتي ما معايا حتى جنيه في بيتي. وبكلمه بالليل بقول له عايزة فلوس، قال لي أجيب لك من ما معيش. وفيه أيام حلوة برضه، هي مش كل الأوقات عامة فيها الحلو وفيها الوحش، وهي ماشية حلوة وحشة لازم الواحد يستحملها مع جوزه عشان خاطر الأطفال وخاطر الحمد لله اللي يديه ربنا كله حلو. رادين بو رادين على الاقل من كده، بس ربنا يكفي لنا الشر المرض، اهم حاجه في الدنيا. والله الانسان بعد ساعه بيزعل مع نفسه، مثلا يقول لك طب انا هجيب اليوم دي دمنا مثلا اعمل فيها هنصبح نعمل لما كل واحد بيسلم معاه فلوس. الانسان فعلا بيقعد متاثر وزعلان. انا اكون مبسوطه لو بيتي ده يتبني، اكون مبسوطه لو تمت عندي جهاز حلو زي الناس. ما عنديش اي جهاز خالص، انا حطيت الغساله وقعت على رجل ابني كانت هتكسرها بايظه، بعد بغسل على ايدي، ما عنديش غساله، ما عنديش بوتاجاز، ما عنديش اي جهاز خالص، ما عنديش فرشه حلوه زي الناس. انا لو ما عنديش حاجه وكملت حياتي كده ابقى مبسوطه مع جوزي ومع عيالي. كفايه ان انا اشوفهم بخير واشوفهم قدام عينيا حلوين، واشوف جوزي قدامي بخير وعيالي بخير. السعاده دي تكمل لو تمت عندي كل حاجه، عندي جهاز وعندي بيت وعندي سقف وعندي كل حاجه حلوه. انا بتمنى عشان خاطر ولادي، ولادي صغيرين، مش حد مش عيل صغيره خالص كبيره خالص. انا اكبر عيل عندي عنده 10 سنين، يا رب يبقى عندي كل حاجه حلوه، وربنا يخلي لي عيالي ويخلي لي جوزي. احنا كل مرة بنشوف الحالات دي الحقيقة يعني زي ما يكون نفس البيت بيتصور فيه، نفس الظروف، الظروف اللي هي ما فيهاش البيت ما فيهوش اي شكل، يعني مش هقول جمالي لا.
يعني اي شكل من اشكال العيشه الادميه. الست دي عايزين نحدد احتياجاتها بالظبط عشان نفهم احنا نبعت لها ايه. انا عايز اقول ان الحاله دي مش هي مثال لمئة حاله، يمكن مئة حاله اسوأ كمان من كده. يمكن دي عندها غطاء للسقف، لكن هناك من لا عندهم غطاء للسقف، يتلحفون الفضاء كما يقولون. انا عايز اقول لحضرتك هذه السيده الفاضله محتاجه سقف، محتاجه ان يكون عندها في البيت ثلاجه او غساله او جهاز، مش هنقول جهاز للزواج ولكن اجهزه، هي عايزه جهاز علشان على الاقل دولاب تحط فيه هدومها وهدوم كمان جوه الدولاب. محتاجه بوتاجاز، بتقول البوتاجاز اللي عندي باظ، يبقى انت بتجيبي شويه طوب وحطب عشان تاكلي. اللي يحزن انه هي عندها 30 سنه، نعم، واللي يشوف صوتها يعني يقول دي ست كبيره بالظبط يعني. بالظبط. الشقه الايد نفسها، والزوج قاعد في البيت، جه النهارده شغل فيه، ما فيش هجيب منين؟ كلمه انا ما فيش عندي في البيت وتقسم بالله الا جنيه. انا عايز اقول لحضرتك هذه المراه، يعني حينما كنا نصور هذه المرأة وجدنا فيها الاستغاثة، وعايز أقول إن أقرب الطرق إلى قبول الدعاء العبد حينما يستغيث بالله، وده موجود في سورة الأنفال حينما قال المصطفى في غزوة بدو وفي شد في أشد الحاجة وهو يناجي رب العالمين واستغاث بالله، قال الحق تبارك وتعالى: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. إذا دعاء هذه المرأة بهذه الاستغاثة، أنا متأكد تماما أن بمجرد ما الناس تشوف هذه الحالة هتبدأ بالقرض لله تبارك وتعالى، هتبدأ تقدم لأنفسها لله تبارك وتعالى الستر لهذه المرأة وبيتها وأبنائها، تعيش عيشة كريمة، يتبني لها السقف، يتبني لها الحاجة بتاعتها. لأن هذه المرأة إذا وقفت تستغيث بالله أن أمة النبي اتخذتها مهجورة، فكل واحد من اللي شافوا الحالة دي وراها من الحالات هيحزنوا حزن شديد، لأنها استجارت برب العالمين. وأنا أعلم أن الحضور عند حضرتك وسادة المشاهدين قد إيه بيكونوا حريصين أنهم يقدموا الخير أينما كانوا وحينما يكون. عايز أقول لحضرتك قد إيه ناس أكارم عند حضرتك، ولا يسأل الكرماء عن الكرماء عن كرمهم. قد إيه السيدة دي استغاثت بالله وغيرها، فلن تعود يدها من الدعاء إلا وقد استجيب لها. وفي نفس المقام في أكثر من مرة أو اثنين هنجد هذه السيدة الحزينة وهي تتحدث بلغة الابتسامة والفرحة إن احنا بنينا لها السقف وأقمنا لها حياتها وجبنا لها أجهزة وعيشة كريمة تعيش فيها هي وغيرها من فضل ربنا سبحانه وتعالى، كما تخرج قوافل البر والتقوى من فضل الله لغاية الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله في مدن كثيرة بالأجهزة لذلك احنا بنناشد الأحباب والمتصدقين وأهل البر والتقوى والخير إن هم لا يكلوا ولا يملوا أبدا، فهم عايز أقول يقرضون الله تبارك وتعالى مش أي حد. أخبار محطات التحلية إيه؟ وصلنا لفين في محطات التحلية؟ نعم، محطات التحلية حينما أتحدث عن المحطة إذا حطت فيها الرحال، وحطت رحال العرب جميعا عند زمزم. المحطة اللي كان فيها التحلية والماء الطيب الزلال من فضل ربنا سبحانه وتعالى، يحط الناس رحالهم عند هذا المكان. محطات التحلية عايز أقول لحضرتك من فضل الله ده اللي بعد الآبار اللي احنا بنعملها هنا وبنمشي برضو سواسية، عايز أقول محطة التحلية لما بتتحط في أرض صحراوية ممدد ليها الماء، عايز أقول إن هي بتعمل كيان، بتعمل ناس تعيش، بتعمل أرض زراعية، بتعمل حيوانات من كل أنواع الحيوانات عشان تتعايش، بتعمل قرية. يعني أنا بعمل محطة التحلية في مكان بعمل قرية،
مش العكس، خدت بال حضرتك؟ فمن فضل ربنا سبحانه وتعالى عايز اقول ان محطات التحليه الحمد لله جمعيه البر والتقوى ماشيين فيها، وماشيين فيها بقوه وبسرعه. وعايز اقول للساده المشاهدين ان احنا بنشتغل في اسماعيليه وفي بني سويف والمنيا، وماشيين خط الصعيد كله، وفي الفيوم وفي اماكن كتيره قوي قوي قوي. احنا وصلنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى الى شمال سيناء، حلايب وشلاتين وحتت كتيره قوي. احنا بنختم مع حضرتك وهنطلع لفقرة إخبارية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والطاقة المصرية. شكرا على حسن المتابعة، أشوفكم على خير بكرة بإذن الله.